السلام عليكم. اليوم 29/4، اليوم هذه أول محاضرة بالكورس الثاني لمادة التكييف والتجميد. محاضراتنا بالكورس الثاني طبعا هي عن التجميد، عن Refrigeration Cycles، دورات التجميد. حنتطرق مثل ما تعرفون احنا بالفصل الأول تطرقنا لعمليات تكييف الهواء اللي خاصة ب اللي كانت التدفئة والمحسوسة أو التسخين المحسوس والتبريد المحسوس، بالإضافة إلى الهيوميديفيكيشن، وعندنا الديهيوميديفيكيشن والإنسايد والأوسايد، وبعض المفاهيم الثانية اللي طرقنا كيف إنه نحسب الحرارة اللازمة أو الحرارة المطلوبة لتكييف هواء معين. يعني كانت عندنا الكورس الأول انه انا يعني عندي هواء يتدفق، وهذا الهواء مثلا اريد اغير درجة حرارته من درجة معينة الى درجة ثانية، او اريد اضيف عليه. تعلمنا ايضا كيف نستخدم السايكومتريك شارت. الكورس الثاني حندرس الجزء الثاني. طبعا احنا ما حندخل بكل التفاصيل بالصف الثاني، احنا حندخل او ندرس جزء يعني موضوع التصميم، او التصميم التصاميم وغيرها بشكل كلي، ما حنغطيها كلها بالصف الثاني. عندكم صف الثالث تاخذون ايضا تكييف وتجميد، وصف الرابع ايضا تاخذون. القصد انه هسه احنا حاليا حناخذ الجزء الثاني اللي هو التثليج، الريفريجريشن سايكل، اللي خاص بالاجهزه الكهربائيه. يعني شنو اقصد انه اجهزه الخاص بالاجهزه اللي تستخدم مائع تبريد، مثل السبلت، الثلاجه المجمده، اجهزه التبريد المركزي وغيرها. مثلا السياره عندنا نستخدم بها مائع تبريد. هذه الأجهزة اللي نسميها الريفريجريشن، تستخدم الريفريجريشن سايكل، تستخدم دورة تبريد أو مائع تبريد من أجل التبريد. أوكي، ما حنتطرق للمبردة أو الكولينج تاور أو غيرها، أو الثيرمو إلكتريك اللي طرق التبريد الثانية. إحنا بالفصل الثاني حنتطرق فقط للريفريجريشن، الريفريجريشن مبدئيا حنتطرق فقط للريفريجريشن سايكل. زين، شنو هو احنا نسميها او نترجمها عادة التثليج؟ كلمة تثليج هي مو جدا صحيحة، لان احنا مائع التثليج او الريفريجريشن سايكل نستخدمه ايضا بالتبريد، مو الا انه يكون ثلج او تحت الصفر. يعني نستخدمه احنا بالثلاجة ويكون درجة حرارته ماينس 18، بينما من نستخدمه بالتبريد بالسبلت بالمكيف او التبريد المركزي يكون درجة حرارته مثلا 2، او نحاول نخليها 4، تكون او 5، اعلى من درجة الانجماد. لان اذا وصل لدرجة الانجماد ممكن يسبب لي مشكلة، يتكثف عندنا جزء من البخار المي الموجود، وبالتالي يسبب لنا مشاكل بالتبريد. فالغاز التبريد من نريد نختاره، ومن نريد نختار مائع التبريد أو درجة حرارة الحرارة المفضلة، تكون مثلا حسب التطبيق اللي نريده، وين مكان التبريد اللي دا نستخدمه. أوكي شباب، حنتطرق اليوم محاضرتنا لعدة أمور مهمة. أول موضوع اللي نتطرق له اليوم هو مقدمة تاريخية عن التكييف، وشلون صار، وشنو ترتيبه، وشنو أهميته. بعدها نتطرق لموضوع ثاني اللي هو الكارنوت سايكل او الريفيرس كارنوت سايكل، الدورة المعكوسة لكارنوت. نشرح البي اتش دايجرام او بعض المفاهيم الثانية المهمة، وحيكون عندكم بيها كويز يوم العملي. حط لكم مفاهيم بسيطة وتكون عندكم بيها كويز يوم العملي، يوم ال يعني يوم الاحد يكون عندكم بيها كويز. اوكي، المادة مالتنا شباب وياي يسمعوني؟ لا نسمعك دكتور. ماشي. اوكي اوكي دكتور. مبدئيا التثليج او التكييف هو مادة، شيء واحد من المتطلبات الاساسية اللي نحتاجها، واحد من المتطلبات الأساسية جدا اللي نحتاجها بحياتنا العملية. مثل ما تعرفوا يجوز مار عليكم أو سابعين قبل سابقا، من شدة إنه الحاجة للثلج، أو من شدة الحاجة
للماء البارد لا خاله مو انت، هذا الصغير اللي لابس خوذه يقصد رسمية غير واحد ياخذ سيلفو بالحديقة بقميص وهيش. شباب اسمعوني. تمام دكتور نسمع. اوكي نرجع لمحاضرتنا. اسف انقطع الصوت الكهرباء وخل الانترنت حولت على الموبايل. أهمية الثلج سابقا وأهمية جزء تسامعين سابقا أو لا، إنه عندنا إحنا سابقا كانوا يخزنون الثلج من الشتاء للصيف، يعني من الشتاء بعض الأوقات أو بعض أو مرات يستوردون في مناطق أوروبا من يحتاجون الثلج بلندن، يروحون يستوردون الثلج أثناء الشتاء من المناطق المتجمدة كلش من شمال بريطانيا من إيرلندا وغيرها، وينقلون الثلج ديما للمناطق الثانية جنوب لندن أو لندن جنوب بريطانيا بلندن أو غيرها بعض المناطق، لن يحتاجوها بالصيف. درجة الحرارة بلندن قد توصل لـ30 أو 35. الدول الأوروبية نفس الشيء. وصلت تجارة الثلج وأهمية الثلج أوج شو نقول أوج التجارة مالتها أو العصور الذهبية لتجارة الثلج بعام 1700 تقريبا، يعني بالقرن الثامن عشر أو تقولون السابع عشر تقريبا. اللي كان يصير كانت فقط أمريكا تصدر سنويا ما يقارب 200,000 طن ثلج لجنوب أمريكا ولبعض البلدان الأخرى بالصيف. السبب الرئيسي لتصدير الثلج لأنه الناس تحتاجه، الناس هي تريده. يعني لو نصور احنا اليوم ما عندنا جهاز تكييف او ما مخترعين جهاز التكييف لحد الآن، فجد أهمية البرودة بالصيف وجد أهمية المي البارد نفسه. فلذلك انه كانت الناس تعطي فلوس هواية حتى تستورد الثلج بواخر من بقية البلدان الثانية، وكانوا بعض الأحيان إنه يحفظوا بطريقة استيرادة بمادة عازلة 30 سنتيم أو أكثر من 30 سنتيم نشارة خشب أو غيره حتى ينقلون الثلج. إلى أن وصلنا لسنة 1750 أو 1751 اكتشفوا دورة الريفريجريشن سايكل. من اكتشفوا دورة الريفريجريشن سايكل بدأوا يقدرون يصنعون الثلج بدون الحاجة لنقله أو استيراده من المناطق الطبيعية الباردة.
هسه هاي مبدئيا المقدمة التاريخية، شنو أهمية التبريد؟ زين وين تطبيقات هسه حاليا للريفريجريشن سايكل؟ وين تطبيقاتها بالواقع العملي؟ احنا وين نستخدم؟ ليش ندرسها؟ تطبيقاتها بكل مكان، احنا عندنا بالبيت يعني كل البيوت حاليا تحتوي على أجهزة تبريد، أجهزة تكييف سبالت أو غيرها. كل البيوت عندنا تحتوي على مجمدات أو ثلاجات اللي هي أيضا ريفريجريشن سايكل. كل السيارات اليوم تحتوي على ريفريجريشن سايكل، انه منظومة تبريد. القصد انه منظومات التبريد المركزي، منظومات التثليج وغيرها، غير منظومات التثليج، هذه كليتها خلت انه موضوع التثليج وموضوع التبريد موضوع او اجهزة التثليج هي مهمة جدا وتستحق انه دراستها، وبها تطبيقات كثيرة وبها شغل كثير. فانه ان وجدت انه تقنيات التكييف او غيرها، هذه تطبيقات التكييف الريفريجريشن سايكلز. زين شنو الفيكة او شنو الشيء الهندسي اللي صار بسنة 1750 او 1751؟ الشيء اللي صار بهذه السنة، او شنو الفيكة اللي صارت اللي خلت انه انتاج اجهزة التكييف اللي نشوفها اليوم؟ اللي صار شنو عندنا؟ عندنا احنا المواع مثلا المي او غيره، البنزين، اي سوائل ثانية اللي موجودة بالطبيعة، هذه السوائل اللي موجودة تتبخر بدرجة حرارة واحدة، يعني تتبخر من تتحول من سائل الى من السائل الى بخار بدرجة حرارة شنو؟ تكون وحدة، يعني ثابتة. يعني المي من يغلي، من يتحول من مي إلى بخار، هي درجة حرارة 100، ومن نريد نحوله بالعكس طبعا بعدم وجود الهواء، نترك موضوع انحلال المي بالهواء أو تبخره بوجود الهواء، من يتبخر المي بدون وجود هواء إنه يتبخر أو يغلي بدرجة حرارة 100. زين ايش قد يتكثف اذا نحكي عن دورة مغلقة طبعا، او جهاز مغلق بدون وجود هواء، يتكثف ايش قد باي درجة حرارة؟ شنو معلوماتكم شباب؟ المي من يتكثف يصير بيه كوندنسيشن، باي درجة حرارة يتكثف المي؟ 0 ستار يتجمد صفر، بس يتكثف، يتحول من بخار الى مي. دكتور، درجة حرارة 140 دكتور؟ 100 100، شلون ما تعرفوا؟ يعني درجة حرارة الغليان هي نفس درجة حرارة التكثف. دكتور 120 140 تقريبا. 100 100 100، ليش 120؟ زين دكتور، ليش 100؟ ليش مو 99؟ يعني 100 درجة التبخر، التبخر هي نفسها 99 راح ينزل بيها. نفسها، يعني القصد المي من نطي احنا، من نغلي المي بمحطات الطاقة بمكان منعزل عن الهواء، لا تفرضون وجود الهواء، بس وجود انه الضغط الجوي 1 بار، يعني خلينا نقول اناء مغلق ويتمدد يبقى الضغط 1 بار، ما يزود الضغط فيه. من نريد نبخر المي يتبخر بدرجة حرارة 100، ومن نعطيه حرارة، من نسحب من عند الحرارة بأي درجة حرارة ويبدي يتكثف؟ يبدي يتكثف بدرجة حرارة ويتحول الى مي، يعني يبدي يتحول البخار الى مي بنفس درجة حرارة 100. نفس الشيء بقية السوائل، يعني خلي يكون فرق درجة حرارة واحدة أو اثنين، بس إنه القصد إنه بنفس درجة حرارة المي يتبخر، وبنفس درجة حرارة شبيه يتكثف. أوكي؟ واضحة شباب؟ شلون يعني دكتور؟ ممكن توضحها أكثر؟ شنو يعني شلون؟ يعني ظاهرة طبيعية، المي بأي درجة حرارة يغلي وبأي درجة حرارة يتكثف. تمام دكتور. يعني اكتبوها بالانترنت، باي درجة حرارة المي يتكثف او باي درجة حرارة يغلي. يتكثف يعني يرجع يصير مي، يعني خلينا نفرض العمليات الانتاجية اللي نسويها، مثلا عندك البنزين بعمليات بالمصفى مالت النفط، الى درجة حرارة واحدة هو يتبخر بيها بنفس الضغط، وبنفس هاي درجة الحرارة يرجع يتكثف.
اوكي بالمصافي مالت النفط. النفط الابيض نفس الشيء انه يتبخر بدرجه حراره، يغلي بدرجه حراره محدده ويرجع يتكثف بدرجه حراره نفس درجه الحراره اذا الضغط ثابت. واضحه؟ يعني درجه الحراره مالتها الحرجه 100، يعني اما هيك يصير او هيك يصير. يعني هو اذا انطيناه حراره وهو مي شي يصير؟ يتبخر. يعني القدر مالت المي من نخليه قدر اطبق من المي يغلي او كوره شاي من يريد يغلي باي درجه حراره يغلي يبدا يصير بخار 100. اوكي اوكي واحد من يريد يرجع الى 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 انه يتكثف يرجع مي. اذا نفرض عدم وجود الهواء، بدون وجود هواء، باي درجه حراره يرجع مي؟ بنفس درجه حراره 100 وجو. احنا بالقوره من البخره نعطي شنو؟ نعطي نار. اوكي يبدي يغلي يبدي يتبخر الى ان يخلص. بس من نريد نرجعه الى مي ايش يحتاج؟ يحتاج انه نسحب من عند الحراره، نسحب من عند الحراره حتى شنو؟ يرجع مي. اوكي يتكثف. فالشيء اللي دا يصير انه المي يتبخر باي درجه حراره؟ درجه حراره 100. زين شنو الفائده من قدر الضغط؟ شنو الفائده من قدر الضغط عاده من نستخدم عام دي يسوي الاكل بسرعه؟ نعم زياده الضغط. زياده شنو؟ زياده الضغط يحتاج درجه حراره اقل. اوكي من يزود الضغط شو يصير؟ المي يتبخر باي درجه حراره؟ اقل من 100. الضغط الموجود دكتور، الضغط اللي حصلت. لا بالعكس، انه المي من يصير قد قدر الضغط، من يصير الضغط عالي اكثر من 1 بار شو يصير عندنا؟ يصير عندي درجه حراره التبخر تصير اعلى من 100، تصير 110 مثلا. اوكي لذلك الاكل يستوي بسرعه لان درجه حراره الطبخ ايش بيها تصير؟ درجه حراره القدر تزود مثلا في 10 درجات اضافيه لان المي ما يتبخر. يعني احنا من نقطه حراره المي يغلي وشي يحافظ على درجه حراره المي ايش قد؟ يحافظ عليها 100، ما يخليه يصعد اعلى من 100 بهوايه لان يبدي يغلي المي ويفقد الحراره مالت النار تنفقد على شكل شنو يصير؟ يصير بخار مي ويسحب حراره ويصير بخار مي. اوكي وياي شباب. بس احنا اللي نسويه من نسوي قدر الضغط نزود الضغط. من يزود الضغط ايش يصير؟ شو عندكم الستيم شارت؟ الستيم شارت مو موجود عندكم شباب؟ الستيم ويا دكتور علي مو ماخذي الجداول مع بخار المي مو ماخذيها؟ اي من ترجعوا لها المي من يتبخر بيا درجه حراره. من يزود الضغط عن 1 بار مثلا يصير 3 بار او 4 بار شو يصير بيه؟ يتبخر بيا درجه حراره مثلا 110. دكتور علاقه طرديه زياده بزياده يزود الضغط شو يزود؟ يزود درجه حراره تبخر المي، درجه حراره الغليان مالت المي يزود. يعني بدل ما 100 يصير ايش قد؟ 110. زين اذا قل الضغط شو يصير عندنا؟ تقل درجات الحراره، تقل درجه حراره الغليان. يعني ممكن ابخر المي بيا درجه حراره الضغط قليل، ابخره بدرجه حراره مثلا 80 او 70. لذلك انه اكو عاده بالكتب بالتكست بوكس بان التكييف يقول لك انه اذا عدي مي باي مكان يغلي اسرع او يغلي بدرجه حراره اقل، فوق الجبل لو على الارض. فوق الجبل تكون الضغط قليل، من يكون الضغط قليل شو يصير عندنا؟ يتبخر المي بدرجه حراره اقل من 100. اوكي واضح شباب؟ علاقه عكسيه هي مو عكسيه، علاقه طرديه مو عكسيه. يعني يزود الضغط، اذا الضغط عندنا زاد شو يصير؟ درجه حراره البخار المي شبيها تزود، درجه حراره الغليان مالت المي تزود. اذا قل الضغط تقل درجه حراره، يعني يتبخر المي بدرجه حراره اقل. زين
التبريد، أجهزة التبريد شنو اللي سووه؟ يتلاعبون بهذا الشيء، يعني من إنه كنا إحنا محتاجين الثلج بشكل مو طبيعي، والناس تستورد ثلج، والملوك مو الناس العاديين، فقط الملوك يلا عود يقدر يستورد ثلج بشيء بسيط. إجوا عام 1750 اكتشفوا شنو الدورة الانضغاطية، الريفريجريشن سايكل، أوكي؟ الدورة الانضغاطية شنو هذه الدورة اللي سويناها اللي سووها بالتكييف؟ من يجي من نجي انه عندنا غاز تبريد، هذا غاز التبريد ما التبريد يمثله بهذا الشكل، هاي التي اس دايجرام، درجة حرارة واضح عندكم هذا الشكل، طالع عندكم هذا الشكل شباب؟ واضح واضح دكتور. درجة حرارة ويا منه الشكل الهرمي ويا الانتروبي او درجة حرارة ويا الضغط، يعني هذا المحور شي مثل اللي يمثل لي درجة حرارة ويمثل لي شنو الضغط. تشوفون تأشير مات الماوس عندي لو ما تشوفوه. الواي اكسس المحور الواي شي مثل لي يمثل لي درجة حرارة التمبريتشر، كذلك شي مثل لي الضغط. اذا عندي الضغط قليل فشي يصير يتبخر بدرجة حرارة قليلة، واذا الضغط عالي فيتبخر بدرجة حرارة شنو عالية المي. اوكي اللي صار عندنا شنو اجهزة التبريد، جبنا مائع التبريد مثلا مات السبلت، المائع التبريد مات السبلت المفروض انه هسه حاليا بالدورة مال التبريد يتبخر ويتكثف بشنو بنفس درجة الحرارة، يعني درجة حرارة واحدة قد تكون مثلا درجة حرارة 10 او اقل مثلا 15، كود يتبخر الماء ماء التبريد اللي نخليه غاز التبريد كود يتبخر ويتكثف بشنو بنفس درجة الحرارة. لكن اللعبة اللي سويناها شنو هي، خلينا فد مكان الإيفابوريتر، مكان الإيفابوريتر ماكو، سحبنا من عنده خلينا قبله صمام فالف مسدود، واجينا سحبنا خلينا كومبريسر وراه، يعني خلينا كومبريسر وراه من ورا مكان الإيفابوريتر القطعة الداخلية، الإيفابوريتر هي المبخر هي القطعة الداخلية، وخلينا كومبريسر وين بعده، الكومبريسر شي يسوي مثل البستم يسحب الطينات طاقة كهربائية، خلينا يسحب هنا الماء الموجود، يعني خلينا إجباري يسحب لي شنو هذا البستم الموجود نفس البستم مات السيارة تقريبا، خلينا يسحب الغاز اللي موجود هنا، وخلينا شي يسوي لي هاي المنطقة، يسوي لي هذه المنطقة بها فاكيوم بها الغاز بها الغاز تقريبا الغاز الضغط مات الغاز هنا عندنا قليل يبقى 1 بار او 2 بار. اوكي بالمنطقة الثانية المكان اللي يريده يتكثف بالقطعة الخارجية شنو اللي سوينا، بعد الماطور مو خالي احنا ماطور وبستم هنا يصعد الضغط يضغط هنا البخار الموجود عندي الغاز التبريد يخلي الضغط هنا كلش عالي، من خلى الضغط هنا عالي وخلينا هنا شنو هنا expansion valve، خلينا مثل الكاك او expansion valve، شلون القدر عندنا احنا القدر الضغط شنو بي عندنا بي فالف من يوصل بي صمام صمام امان او صمام مات التنفس مات التنفيس مات القدر، هذا الصمام الموجود مات التنفيس مات القدر من يوصل الضغط عالي عندنا شنو اللي يسوي الصمام هنا عندنا من يوصل الضغط عالي ينفس يطلع وين البخار للخارج. اوكي هذه هنا بنفس الترتيب من يصعد الضغط كلش عالي مثلا احنا مطلوب 40 من يعبر الأربعين يلا يسمح للجزء من البخار يعبر، فبهذه العملية خلقنا شنو أو شنو كوننا هنا، كوننا منطقة بها إنه الضغط كلش قليل ومنطقة بها الضغط شبيه كلش عالي، منطقة بها الضغط يعبر الأربعين بار على سبيل المثال ومنطقة بها الضغط شقد 1 بار، فصار فرق ضغط صارت درجة حرارة التبخر مثلا بجهاز السبلت
خمسة سيليزية، لأنه الضغط عندنا شقيت كلش قليل، أو مثلا بالثلاجة درجة حرارة التبخر بالفريز نتيجة أنه إحنا سوينا فاكيوم سحبنا الغاز من هنا وخلينا أنه الضغط هنا قليل، فجورنا الغاز بدرجة حرارة خمسة سيليزية أنه هو يتبخر. أوكي شباب، بنفس الوقت أنه الغاز هنا بهاي المنطقة انضغط، ومن ساعة ضغط الغاز صارت درجة حرارة التبخر والتكثف بدل ما 5 سيليزية صارت هنا شقد 55 أو 60 سيليزية. واضحة؟ يعني بهذه المنطقة صارت درجة حرارة التبخر والتكثف شقد مقدارها 5 سيليزية. يعني إذا الحرارة أعلى من 5 هنا بالقطعة الداخلية اللي مر عليها الهواء اللي هو عادة مثلا 20 أو 18 شبيه درجة حرارة عالية، فيسحب هنا الغاز يتبخر ويسحب لي شنو؟ يسحب الحرارة من المحيط الخارجي، ينجبر يتبخر بالخمسة سيليزية. أوكي؟ حينجبر يتبخر، من يتبخر شو يصير عندنا بالغاز؟ من السائل من يتبخر شو يصير بيه؟ يسحب الحرارة من المحيط الخارجي، يكتسب الحرارة، يتحول من سائل إلى شنو؟ إلى بخار. نفس ما أدي القوري مالت الشاي من أنطيه نار من أنطيه حرارة شو يصير بيه؟ يتبخر. أوكي؟ هنا نفس الشيء، إنه حيكتسب حرارة ويتبخر أدي شنو؟ السائل. زين، السبب إنه إحنا قللنا الضغط، من قللنا الضغط خلينا درجة حرارة التبخر إنه 5 سيليزية، فمن درجة حرارة هي أعلى من 5 المحيط الخارجي هي مثلا 10 أو 15، فصار شو يصير بالغاز؟ ينجبر انه شو يصير بيه؟ ينجبر يتبخر. وصلت الفكره؟ العفو دكتور، اكو طلاب يردون ينضمون. اوكي. شباب وصلت الفكره هنا؟ انه احنا اللي موجود عندنا خلينا منطقه بيها الضغط كلش قليل، ومن صار الضغط قليل صار درجة حرارة التبخر والتكثف شقد 5، ومنطقة ثانية شبيهة درجة حرارة الضغط بيها كلش عالي، وبالتالي من صار الضغط عالي عندي هنا صارت درجة حرارة التبخر والتكثف شبيهة 50 تقريبا. فاللي يصير هو شنو؟ هنا من نجي درجة حرارة بالنسبة العادي صار درجة حرارة التبخر شقد 5 سيليزية، المحيط الخارجي شقد؟ يعني إذا أقل من 5 ما حيتبخر، وإذا أكثر من 5 شو يصير بيه؟ يتبخر الغاز، غاز التبريد يدخل هو سائل. يعني هنا من يدخل من نقطة 3، شوفوا هاي نقطة 3، من يعبر لهنا هو عبر على شكل شنو؟ سائل. أوكي؟ من عبر على شكل سائل هاي النقطة بعد الفالف لقى الضغط هنا كلش قليل، من لقى الضغط قليل تبدلت المواصفات، صار انه هذا السائل ينجبر يتبخر بها درجة حرارة، درجة حرارة 5 سيليزية، فإذا هي أعلى من 5 سيليزية شو يصير بي؟ حيتبخر، وبالتالي اللي هي درجة حرارة مثلا الغرفة 20 أو 15، بالتالي من يتبخر شو يسوي؟ يسحب الحرارة من منو؟ من الهواء اللي يمر على القطعة الداخلية مالت منو؟ مالت السبلت، يسحب من عندها شنو؟ الحرارة. وش يصير بيه؟ يتبخر، لأنه درجة حرارة التبخر مالته الطبيعية شقد؟ هي 5 هنا صارت. من صارت 5 فحينجبر إنه شنو؟ يتبخر عندنا الغاز التبريد. العملية بعدين شنو اللي يصير عندنا هنا؟ بعدها هنا من يتبخر شو يصير بيه؟ هنا من يتبخر عندنا يبدي يزود حجمه، يعني هو دخل شنو عندنا سائل؟ هذا الـ TS diagram أو الـ BV diagram. او هنا يبقى انه ثابت، درجة حرارته ثابتة من نقطة 4 الى ان يوصل للنقطة 1، الحجم يزود مالته لانه دي يتبخر، ودرجة حرارة التبخر تبقى ثابتة 5 سيليزية. بعدها نجي وين؟ الكمبريسر. الكمبريسر شو يسوي؟ يضغطه، يصعد الدرجة، يصعد الضغط من 1 الى النقطة 2، يصعد الضغط من واحد بار او 2 بار الى شقد؟ الى 40 بار. هنا نجي المواصفات المائع، بالأربعين بار شنو نلقى؟ نلقى هذا المائع أو غاز التبريد بالأربعين
بالأربعين بار نلقاه أنه يكون سائل بدرجة حرارة 60 سيليزية. فإذا درجة حرارة المحيط الخارجي هي أقل من 60، مثلا درجة حرارة الخارجية اللي خارج البيت هي مثلا 50، ما دام أنه درجة حرارة 50 الخارجية، فشنو اللي حيصير به؟ حيطرح الحرارة للخارج اللي عن طريق الفان المروحة، ويرجع شي يصير به؟ يتكثف، ينجبر أنه يتكثف. السبب أنه ينجبر يتكثف لأن درجة حرارة الخارجية اللي موجودة هي أقل من درجة حرارة التبخر أو التكثف، اللي هي نفس التبخر أو تكثف بهذا الضغط العالي. من عندي ضغط عالي، درجة حرارة التبخر والتكثف إيش قد تكون؟ تكون مثلا 60 سيليزية، والخارج إيش قد موجودة؟ أقل من 60، موجودة مثلا 40 أو 45 درجة حرارة خارجية. فبالتالي إنه شي يصير بي يطرح الحرارة ويرجع شي يصير سائل، يعني يبدي هنا يطرح الحرارة نتيجة الضغط العالي ويرجع يصير سائل، يرجع لنقطة 3. بعد ما رجع نقطة 3 ووصل الضغط هنا كلش عالي، يعبر الأربعين، وصل 40 أو عبر الأربعين، يرجع يعبر من خلال الفالف اللي احنا خالينا الإكسبانشن فالف، ويصير هنا بالمنطقة الضغط القليل ويرجع يتبخر من جديد. شباب هذا شيء واضح؟ الشرح شباب واضح؟ العفو دكتور، يعني اللي يتمثل المنطقة الخارجية من يتعرض لها الغاز اللي هي الشبكة الخارجية، اللي نعرفها مثل الراديتر الخارجية بالسبلت أو الشبكة الخارجية بالمجمدة أو بالثلاجة. عندنا هذه الشبكة الداخلية الفريز، هنا واضحة عندكم هاي التمثيل للثلاجة. عندنا الفريز هو يمثل الشبكة الداخلية، أوكي؟ الشبكة الخارجية إيش بيها؟ هذه الشبكة الخارجية اللي بظهر الثلاجة. عندي هنا الماطور الكهربائي الكومبريسر، وعندي هنا الكابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب هو يمثل لي شنو؟ الإكسبانشن فالف. اللي يسويه الماطور شنو اللي يسويه؟ يجي يسحب الغاز من هنا. هذا الفالف شو يسوي؟ يمنع انه مرور الغاز يروح للقطعة الداخلية داخل الثلاجة. هنا هذا الفالف شبيه مغلق، ما يسمح للبخار او للسائل اللي موجود بالشبكة الخارجية شبيه يعبر، الا ما يصير الضغط ما تشكد يلا يعبر، الا ما يصير ضغطه فوق الاربعين يلا يعبر لفشي بسيط. وين؟ لوين؟ للقطعة الداخلية. هنا الماطور شنو اللي يسوي باكيوم، يسحب الغاز بيبستم، هذا هنا باعه بيبستم، والبستم يجي يسحب الغاز ويضغطه وين؟ يخليه بالكوندنسر. الكوندنسر هو منو؟ هاي المصطلحات تحفظوها، هو القطعة الداخلية، القطعة الخارجية اللي هي الشبكة الخارجية، الكوندنسر المكثف. فشنو اللي يصير عندنا؟ من يجي يسحب الضغط يخلي الضغط هنا كلش قليل، من خلي الضغط قليل الغاز يتبخر بيا درجة حرارة؟ بدرجة حرارة ماينس 18 من الثلاجة. إذا الفريز ايش قد درجة حرارة عادة؟ درجة حرارة مثلا نلقاها 10 أو 5. فبالتالي الفريز الداخل الفريز مو نفس الماء، مو نفس الانبوب. الانبوب ايش قد درجة حرارته؟ ماينس 18 يبدي يتبخر. فينجبر شنو يصير؟ يسحب الحرارة من الفريزة نفسها، وش يصير بي؟ يتحول من سائل إلى بخار. من يتحول من سائل إلى بخار يسحب حرارة من الفريز نفسه. أوكي شباب واضحة؟ فاللي يصير إنه يصير تخلخل، أدي تخلخل بالضغط أو فرق بالضغوط اللي موجودة هنا. من صار أدي فاكيوم، هذا الماطور من دي يسحب البخار ليسحب الغاز، فخلى هنا الضغط يبقى 1 بار أو أقل من 1 بار. هذا ما على التبريد بالواحد بار شبيه يتبخر بدرجة حرارة ماينس 18. قلنا إحنا شنو اللي سويناه؟ نتلاعب بقدر الضغط. شنو اللي سويناه؟ من نضغط القدر من نسده ونخلي به فالف وما نخليه يطلع البخار، نصعد درجة حرارة الغليان من درجة حرارة 100 إلى 110 مثلا. هنا بنفس المفهوم دي يصير عندنا، صعدنا أقل من سحبنا وسوينا فاكيوم، قللنا درجة حرارة التبخر
بدل ما كانت انه هي مثلا 20 بالضغط الجوي العادي او مثلا بغير ضغط سويناها ماينس 18. السبب من اللي دي يسوي لي اياه؟ الماتور هو اللي دي يسحب يسوي لي فاكيوم، دي يسحب يفرغ لي الهواء منين؟ من ال من الفريز من الفريزه من الانابيب اللي موجوده داخل الفريزه، اوكي الفريز. فاللي دي يصير عندي، يصير عندي انه الضغط يصير قليل، وبالتالي من صار الضغط قليل يتبخر بدرجه حراره شنو قليله ماينس 18. زين، وراها بالشبكه الخارجيه الكومبريسر يصعد الضغط يسوي كلش عالي بعد الماتور. اجيت الضغط هنا مثلا يصير يصعد يوصل على سبيل المثال انه الضغط مالته يصعد لل 40 بار. من صار 40 بار شنو اللي صار بيه؟ صار بيه انه درجه حراره التكثف صارت مثلا 50، ودرجه حراره المطبخ ايش قد الكيتشن هي مثلا 25. بالتالي اذا هو يتكثف ب 50، يعني المفروض انه اذا درجه حراره اقل من 50 هو راسا يبدي يتكثف ويطرح الحراره لوين؟ للهواء الخارجي. فيبدي يتكثف ويطرح الحراره لوين؟ للهواء الخارجي. هنا السبب انه الضغط هنا عالي، هنا اكو صمام بالاخير، هنا تشوفون هاي المنطقه بها صمام، بها الكابيلاري تيوب، بها فالف ما يسمح انه يعبر بسهوله، الا يوصل الضغط فوق ال 40 مثلا على سبيل المثال، يلا يسمح له يعبر لوين؟ للفريز. فمن عبر للفريز هنا لقى الضغط قليل، عبرت كميه كلش قليله، لقى الضغط قليل حيرجع يتبخر بدرجه حراره قليله جدا. وصلت الفكرة شباب؟ وصلت استاذ. يعني هسه مثلا نقول الغاز ما يعبر للفريز الداخلي الا يصير سائل. تقريبا هو المفروض لازم يصير سائل ويرجع، بس انه شلون صار سائل؟ صار سائل لانه الضغط كلش عالي، لان الضغط كلش عالي درجة الحرارة اقل من درجة الحرارة الداخلية، اقل من درجة حرارة التبخر بهذا الضغط. يعني احنا شنو اللي سوينا؟ تلاعبنا بالمواصفات مالت المائع. احنا بقدر الضغط شنو اللي نسوي؟ نتلاعب بمواصفات التبخر مالت المي الطبيعية. بدل ما المي يتبخر ب 100 سيليزية ايش سوينا له؟ خليناه يتبخر بدرجة حرارة قد 110، نتيجة انه ضغطنا القدر وسدينا القدر بحكام وخلينا بيه شنو؟ صمام، اوكي؟ الفالف الاكسبانشن فالف اللي خليناه بالقدر، نفسه هنا موجود عندنا اكسبانشن فالف اللي دا يسويه هنا شنو؟ نسوي ضغطين مكان ضغط كلش قليل، ونتلاعب انه تصير درجة حرارة التبخر والتكثف كلش قليلة ماينس 18 بالفريز، تكون منطقة الفريز. والمنطقة الثانية نحصر الغاز بيها ونسوي الضغط كلش عالي بيها اللي هي الشبكة الخارجية اللي بظهر الثلاجة، ونخلي درجة حرارة التكثف والتبخر هناك ايش قد؟ 50. فهذه كل الفيكة من جهاز التبريد. وصلت الفكرة حاليا؟ نعم عامر، صوتك مو واضح. ان شاء الله يساعدك. الله يسلمك. الله يساعدك. الله بالنسبه للماطور من يسحب فاكيوم، يعني راح يصير العمليه فاكيوم. ايه يعني من يسحب فاكيوم، يعني قصدك يعني راح يصير هذا الغاز من يسحب غاز راح ينسحب، عافيه، ينسحب غاز. من يسحب الغاز الفجوه اكبر او المكان اكبر، يعني قصدك راح ينتشر؟ مو ينتشر بهالمعنى، هو يسحبه غاز هناك يصير تبخر فيتمدد يزود حجم الماء بداخل الفريز، بس القصد هو يسحبه على شكل غاز. لذلك الماتور مات التبريد هو مو ماتور عادي، مو بشارات، مو بليد. الماتور مات التبريد يجوز انتو شايفيه او لا، نفس مات السيارة، بي بستم داخلي، بساتم مكبسي، اوكي، او الروتري، بي انواع معينة على شكل انه يسحب غاز مو يسحب سائل، مو مثل ماطور المي انه يضخ مي سائل ليكويد، مو ليكويد، يكون انه على شكل غاز، اوكي؟
يعني هو يعني هو المبدا انه من يجي يسحب هو الماطور مبدا يسحب الغاز، يعني يسحب عندما الغاز يكون الغاز يخلي المكان اللي احنا نريد نسويه فريز او نسويه قطعه داخليه يخلي الضغط بيه كلش قليل، والمكان الثاني يخلي الضغط بيه كلش عالي. فكل اللي احتاجينا ماطور احتاجينا، شوفون هذا الماطور الكمبريسر، واحتاجينا الكابلر تيوب، احتاجينا الكابلر تيوب. الكابلر تيوب شنو فايدته؟ يحبس الماء التبريد، يحبسه وين؟ يحبسه بالشبكه اللي بظهر الثلاجه، ما يخليه يعبر بسهوله الا يعبر الضغط يصير يعبر الأربعين على سبيل المثال، اذا قلنا انه 40 الى ان يعبر الأربعين يلا يسمح له وين يعبر لي وين يلا يسمح للمائع يعبر لي وين هناك، مثل الاكسبانشن فالف بقدر الضغط، ما حيسمح البخار المي يعبر من داخل القدر للخارج الا يعبر مثلا ضغط مثلا 5 بار او 3 بار. فهذا بنفس الترتيب، بس هنا شنو عندي انه احتاج ادور، احتاج انه مضخه، المضخه اللي تدور عندي هنا شنو فايد شنو بدي اسوي؟ تسحب هنا الغاز، تسوي فاكيوم بداخل الجهاز بداخل الفريز، وتسوي هنا ضغط عالي وين؟ بهاي المنطقه الثانيه. احتاجت كومبريسر واحتاجينا شنو؟ كابلر تيوب. الكابلر تيوب او الفالف هنا الاكسبانشن فالف هو اللي دا يحكم لي وما يخلي الثلاجة، طبعا هو مكانه ما يكون فوق بالثلاجة، يكون عادة مكانه جوا، لأن ورا ما يتكثف الماء ويصير سائل وبعدين يسمح له يطلع. وصلت الصورة شباب؟ واضحة حاليا دكتور؟ هو يكون قريب من الكمبريسر، قريب من الكمبريسر يكون، بس هو مبدئيا مو بصف الكمبريسر، لا هو شوف التقريب يعني هو يعني بعده يعني صاير هو يكون قريب الكمبريسر، بس رأسا متصل وين؟ بأنبوب لي وين؟ للإفابوريتر للمبخر لداخل الثلاجة. تمام دكتور. هذا البطل الصغير اللي يصير بأنبوب رفيع وبعدين أنبوب جبر شنو عمل؟ هذا الكابلر تيوب، هو هنا يساعدنا الإكسبانشن فالف، هو هذا الإكسبانشن فالف. أشتري لك. أوكي زين. اللي يصير سام أعيده بغير صيغة أو بغير ترتيب. إحنا اللي موجود عندنا الفكرة اللي إجى الأول عالم اللي صنع لنا أول جهاز تكييف قال إنه نتلاعب بشنو نغير الضغوط الموجودة عندي. منطقة أخليها الضغط بها كلش قليل، ومن يكون إنه درجة حرارة التبخر يصير ماينس 18 ودرجة حرارة الفريز هي مثلاً 10، فينجبر شيء يصير لازم يتبخر وبسالب 18 بهذا الضغط الموجود القليل كلش، فبالتالي ينجبر يتبخر يسحب الحرارة من الثلاجة من داخل الفريز، وبعدين إنه هناك أجي أزود الضغط، أسوي الضغط كلش عالي بعد الكمبريسر. بنصار بعد الكمبريسر الضغط كلش عالي، شنو صار بيه؟ صار بيه انه الماء تغيرت مواصفاته، صار انه يتكثف ويتبخر بدرجة حرارة 50، يجي يشوف درجة حرارة جد الموجودة هي مو 50، 20 بالمطبخ او 25 بالمطبخ موجودة، من شافها 25 موجودة بالمطبخ ايش حيصير بيه؟ يطرح الحرارة دي برا، وش يصير بيه؟ يتكثف يرجع شنو؟ سائل، يرجع يصير شنو؟ سائل، يتكثف ويطرح الحرارة لي برا. بالتالي هاي العملية احتالينا على الطبيعة. الطبيعة انه شنو هي؟ الحرارة من تنتقل من مكان حار الى مكان شنو؟ مكان بارد. هذا شنو الشيء الطبيعي اللي صار بهذه بالثلاجة؟ شنو اللي صار بجهاز التبريد؟ انه لا احنا قمنا نسحب حرارة، يعني هنا نخلي الماء يتبخر، ومن يتبخر شي يصير يسحب حرارة من داخل الفريز. شنو اللي صار من سحب حرارة؟ اخذ الماء وياه وراح لي وين؟ راح بالشبكه الخارجيه، بالشبكه الخارجيه شاف الضغط صار كلش عالي، صار بي قام يطرح الحراره للخارج، بالتالي احنا بدنا نسحب الحراره من حيز بارد، من حيز مكان بارد، ونطرح الحراره وين؟ بمكان حار. يعني عكسنا الامور الطبيعيه، خلينا الامور الطبيعيه تمشي شنو؟
بالعكس انه نتيجه هاي الدوره، نتيجه انه خلينا الكمبريسر وخلينا الكابلاري تيوب الفالف الموجود، خلينا انه احنا نسحب الحراره من داخل الفريز اللي هو درجه حرارته 10، وبعدنا احنا نسحب حراره من عنده ونجمد المي بداخله، ونطرح الحراره وين؟ بالمكان اللي هو اكثر حراره، المطبخ اللي هو درجه حرارته شقيت 15 25، وهناك هي مثلا ماينس 5، نسحب من الحراره من الماينس 5 ونطرحها وين؟ بالدرجه حراره مثلا 25 او 30. هذا من نوصفه بالثيرموداينامك، نسميه القانون الثاني للثيرموداينامك. انه شنو القانون الثاني للثيرموداينامك؟ نسحب انه ما نقدر ننقل حراره من مكان هو بارد الى وين؟ عاد الى مكان حار الا بوجود شغل خارجي. الشغل الخارجي منو اللي دا يحقق لنا هنا؟ الماتور مات الكمبريسر، الماتور التبريد. يعني يقول بالظروف الطبيعية قانون الثيرموداينامك الثاني هو عكس الطبيعة يشتغل، يقول احنا او يوصف الطبيعة، فاحنا نشتغل شنو انه عكس من نريد نطبق، نطبق يعني قصدي عكس الشروط عمد الحقيقة. يقول انه احنا ما ممكن ننقل حرارة من مكان بارد يعني درجة حرارة قليلة الى مكان حار بدون وجود شغل خارجي، بدون وجود اجهزة خارجية. يعني احنا بالطبيعة من نريد تنتقل الحرارة، مين تنتقل؟ تنتقل من مكان حار الى مكان وين؟ بارد، مو تمام؟ يعني من تنتقل الحرارة، شلون تنتقل الحرارة بالطبيعة؟ مكان حار وتنتقل لي وين؟ للمكان البارد، مو صحيح مو هيجي؟ ويا شباب؟ صح دكتور، صح دكتور، صح. يعني انه الطبيعة انه من تنتقل من جزء عندي جسم حار وعندي مثلا انه جلاس مي بارد حيل او ثلج واخليه برا بالجو الحار، شنو اللي يصير بيه؟ اللي يصير بيه انه الحراره يفقد. تنتقل من الجلاس لوين؟ للهواء الطبيعي، العفو، من الهواء من الجزء الحار تنتقل لوين؟ بالعكس، للجلاس وتحمي الجلاس، او البروده تنتقل من الجلاس لوين؟ للهواء. اوكي، الا ما يصير اتزان حار بيناتهم، يصير شيء طبيعي انه المكان درجه حرارته عاليه يروح من مكان درجه حراره عاليه لوين؟ لمكان درجه حرارته قليله. هذا شنو؟ الطبيعي. اوكي، اللي عكس الطبيعه اذا اريد احنا نقول لا، الفريز هو درجه حرارته قليله وانا اريد اسحب من عنده حراره، وين اطرحها؟ اطرحها برا بالغرفه اللي درجه حرارتها عاليه، فاحتاج لازم شغل خارجي. فيقول ما ممكن انه ننقل حراره من مكان من مكان هو ننقل حراره، نسحب حراره من مكان بارد وننقلها لمكان حار، يعني نصير عكس الطبيعه، الا بوجود شنو؟ شغل خارجي. الشغل الخارجي من يحقق لنا اياه بجهاز التبريد؟ اللي حققه هو الكمبريسر. اوكي شباب، بالسبلت نفس التبريد، بالتبريد بالسبلت نفس المبدا، انه احنا عندنا الغرفه درجه حرارتها ايش قد بالصيف؟ هي درجه حرارتها 18 او 20 او 22. الخارج ايش قد درجه حرارته؟ الهواء الخارجي مثلا درجه حرارته توصل مثلا 40. احنا اللي نسويه شنو هو؟ الطبيعي الجدار، الشيء الطبيعي انه هو الجدار، الجدار شو يسوي؟ ينقل الحراره من مكان الحار من خارج البيت الى وين؟ الى داخل البيت المكان البارد. لكن السبلت شو يشتغل؟ يشتغل عكس المبدا، يشتغل انه لا، ينقل هو الحراره من المكان البارد اللي مكان درجه حرارته هي قليله وينقلها لي وين؟ للمكان الحار، للمكان الخارجي خارج البيت اللي هو درجه حرارته عاليه 40. وضحت الصوره؟ الفيكه من عند السبلت شنو هي؟ او الفيكه الهندسيه اللي موجوده به، انه به هو الماتور الكومبريسر. الكومبريسر شنو يسوي؟ يخلي لي منطقه الضغط بها كلش قليل، بالتالي ينجبر انه درجه حراره الغليان تكون كلش قليله، التكثف والغليان، ويخلق لي منطقه ثانيه، يكون لي منطقه ثانيه اللي بها شنو؟ بها درجه حراره الضغط كلش عالي، ودرجه حراره التكثف والتبخر شبيه الغليان كلش عاليه. بالتالي انه هنا درجه حراره الغليان هي اعلى من درجه حراره الجو،
أو درجة حرارة التكثف اللي هي نفس درجة حرارة التكثف بنفس الضغط هي أعلى من درجة حرارة الجو. يعني الجو الخارجي درجة حرارة تشقيت 40، بينما درجة حرارة الغليان أو التكثف بهذا الضغط بالوحدة الخارجية إيش قد تكون ضمن الضغط مالتها؟ تكون مثلا 60 أو 65، والهواء الخارجي إيش قد 40 أو 45. بالتالي ينجبر شو يصير به؟ يتكثف ويرجع سائل، ينجبر إنه يصير به كوندنسيشن بالكوندنسر، يتكثف بالمكثف ويرجع سائل. حسمعون المحاضرة وتراجعوها أكثر، وعندكم كويز بالمادة بهذه الدورة بالصفحة رقم 4 ورقم 5 من هذه المحاضرة، صفحة رقم 4 وصفحة رقم 5. أوكي شباب، أرجع أشرح لكم جزء اللي مطلوب عندكم، البي في دايجرام والتي اس دايجرام. شنو البي في دايجرام والتي اس دايجرام والجزء الثاني اللي هو البي اتش دايجرام؟ احنا عندنا هنا شنو سوينا؟ قلنا الضغط قليل هنا بالنقطة واحد بالإيفابوريتر بالقطعة الداخلية مالت الكمبريسر. الضغط ايش بيه هنا؟ الضغط قليل. الضغط هنا شوفون هذا الضغط هنا، هذا المحور يمثل الضغط. الضغط ايش بيه؟ قليل. من الضغط قليل يتبخر، هي نفس ما درجة حرارة، حيتبخر يبدي يتبخر بدرجة حرارة ايش بيها؟ قليلة. فمن نقطة واحد النقطة اثنين ايش يصير بيه؟ يبدي يتبخر المائع. من يتبخر المائع ايش يصير بيه؟ يسحب حرارة من الخارج من المحيط، العفو يسحب حرارة من المحيط، يعني بداخل الفريز يتبخر. من يتبخر شي يصير به؟ يسحب حرارة. الكيو ال ايش بيها هذه؟ احنا نريد نسحبها من الفريز ونجمد المي، نجمد المواد اللي موجودة عندنا، فيسحب الحرارة ويتبخر. من يتبخر شي يصير به؟ يزود الحجم مالته. يعني هي من عبر بالبداية اجى هو سائل. هذا الشكل انتم ماخذيه هو البي في دايجرام ويا استاذ علي. شنو البي في دايجرام؟ هنا هاي المنطقة، هاي المنطقة شو تمثل بالبي في دايجرام؟ مثل سائل ليكويد. هاي المنطقة مثل سائل ليكويد اللي هي بعد هذا الكيرف. هنا هاي المنطقة اللي بالنص هاي شو تمثل؟ مثل ميكستشر غاز وسائل، ليكويد وغاز. هاي المنطقة النقطة من ارسمها هنا معناتها هي ليكويد and شنو and غاز ميكستشر، صاير خليط من غاز وشنو وليكويد. من يعبر هنا، من يعبر هنا النقطة دارسمها هنا بعد هذا الكيرف الثاني، هاي النقطة معناته غاز، معناته سوبر هيتد، معناته غاز محمص نسميه، أو غاز بيور، غاز بخار فقط. بس بهاي المنطقة شنو معناته النقطة؟ إنه خليط غاز وبخار. فالنقطة أول شيء شنو اللي وصلت؟ إنه وصلت لنا عبارة عن سائل، العفو بخار ومي، بخار وسائل أو غاز وسائل، liquid and gas. هاي النقطة جت liquid and gas بالبداية. اشتقت هنا بهاي النقطة من عبرة ال expansion valve، عبرة هذا ال valve ال expansion valve، لقيت هذا هنا الضغط كلش قليل. من لقيت الضغط كلش قليل حتنجبر شنو؟ تتبخر بدرجة حرارة شقد؟ 5 سيليزية. من بداية تتبخر ايش حصل بيها؟ درجة حرارة المحيطة لها مثلا 10، تبدي تسحب شقد؟ بالسبلت دا احجاني بدرجة حرارة الغرفة مثلا 12 درجة حرارة المحيطة مالته. فمن يتبخر هنا عندنا شنو اللي صار بيه؟ اللي صار بيه هنا بدأ يتحول إلى شنو؟ بخار. بدأ يتبخر إنه دخل هو سائل، بدأ يتبخر يتبخر إلى أن وصل نقطة 2. شنو يصير بيه من يتبخر؟ يزود الحجم مالته. يعني الحجم من كان إنه قليل زاد الحجم مالته. فاللي يصير من نقطة 1 نقطة 2 بداخل الفريز او بداخل الوحدة الداخلية مالت السبلت، السائل يتبخر ويسحب شنو؟ حرارة. يسحب الحرارة من داخل الغرفة، يتبخر ويسحب حرارة. وش يصير بيه؟ يزود الحجم مالته. يزود الحجم، يسحب حرارة، يتحول من سائل الى شنو؟ الى غاز. الضغط مالته شبيه يبقى ثابت، البرجر نفسه، ويبقى انه بداخل الوحده الايفابوريتر. والدرجه حرارته مالته جت السائل هم تبقى نفسها، تبقى 5 نفسها. بعدها شنو اللي يصير بيه بالكمبريسر؟ الكمبريسر يجي ضغطه يصعد الضغط من نقطه 2 ليش جت النقطه 3.
من نقطة 2 إلى نقطة جديد 3، صعد الضغط من 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 1 بار أو 2 بار صعدها إلى جديد إلى ضغط كلش عالي مثلا 40 بار. من صعد إلى 40 بار فصعد بالبي في دايجرام الحجم يبقى نفسه بس الضغط ما تشبيه صعد. من صعد الضغط مالته النقطة 3 بعدها يبدي شوي هنا يتكثف، هو غاز يبدي يرجع شي يصير يصير سائل، هو غاز يرجع شي يصير يصير ليكويد، والحرارة شي يسوي له يترحل للخارج. من نقطة 3 بالكونديسر بالوحدة الخارجية شنو يصير بالماء التبريد؟ يتحول من غاز إلى سائل، يتحول ماء التبريد من غاز إلى سائل، ويرجع شو يصير فيه يتكثف بالكوندنسر اللي هي الوحدة الخارجية مالت السبليت أو هي الشبكة اللي تكون بظهر الثلاجة. بعدها يوصل للكابيلر تيوب للإكسبانشن فالف. الإكسبانشن فالف من يصير هنا الضغط كلش عالي الكمبريسر ده يضغط هنا له، من يضغط الكمبريسر ويصعد الضغط مثلا أكثر من 40 صار وصار الضغط عالي يعبر شي يعبر يعبر جزء قليل كلش ديوان للإفابوريتر، يعبر جزء قليل كلش ديوان للإفابوريتر. من عبره صار بي هذا إكسبانشن فالف بي صار الضغط ما التشبيه كلش قليل، ونرجع نفس الدورة من البداية. واضحة هذه شباب؟ واضحة تمام دكتور. زين احنا المطلوب من عندنا نحفظ بس الاشكال نحفظ اللي المطلوب من عندنا نحفظ هذا انه الدورة الكوندينسر كومبريسر ايفابوريتر، هذين الكلمات تنحفظ، اكو شرح بصفحة رقم 4 و5 ينحفظ، عندكم كويز يوم الاحد الكويز يعني ضروري. عندنا هذا الرسم ترسموه اللي هو البي في دايجرام والتي اس دايجرام، هو نفس البي في والتي اس دايجرام. وعندنا رسم ثاني هسه هنا نشوفه، هذا نفسه هو التي اس دايجرام او البي في دايجرام للدوره الحقيقيه، وهذه هنا عندي الكوندنسر وذن الاجزاء. عندي كل جزء هذه حفظ الامتحان مالتكم، تقلب بالكم حضوري نهايه السنه الامتحان الكويز مالتكم هسه مبدئين حيصير الكتروني انتم بالنسبه لكم، بس بنهايه السنه حيصير عندكم حضوري. هذا جزء حفظ تحفظوه، يجي عليه هسه سؤال ويجي عليه سؤال بعدين، وكل الماده مالتكم ماده دكتور يعني نحفظ تواجهون فيه صعوبه انه مثلا من نقطه واحد النقطه 2 من نقطه واحد النقطه 2 شنو عندي؟ عندي كومبريسر، هذا الكومبريسر شنو اللي يصير بيه؟ ايزنتروبيك كومبريشن انضغاط، وهذا الانضغاط ايزنتروبي بعدم تغير الانتروبي على انه يكون اذا مثالي. من نقطه 2 للثالثه هي كوندنسر، شنو بالكوندنسر يصير؟ كونستانت بريشر هيت ريجكشن، ادي كونستانت بريشر انه ادي وهيت ريجكشن، عندي حراره تنطرد للخارج بضغط ثابت، وين؟ بالكوندنسر بالمكثف. هذا المكثف يصير ادي بالحراره تنطرح للخارج الكيو اتش تنطرح للخارج بشنو؟ بضغط ثابت. من نقطه 3 النقطه 4 اكسبانشن فالف، هذا الاكسبانشن فالف ايش بيه؟ الثروتلينج ان اكسبانشن فالف يمر مجرد انه عنق او مكان خانق، ثروتلينج معنى خانق او خنق، ثروتلينج تجي بمعنى خانق او خنق، يمر الغاز من خلال عنق الاكسبانشن فالف. من 4 الواحد هي الايفابوريتر او المبخر، شنو اللي يصير بيها الايفابوريتر او المبخر؟ انه جزء انه الهيت تنضاف للماء التبريد، يعني انه هو يسحب ماء التبريد، شبيه يسحب يعني تنضاف هيت حراره من داخل الغرفه لوين الماء التبريد للسبلت تنضاف بالوحدة الداخلية، والسبت هو باعتبار انه يعطيني برودة يبرد الهواء. فشنو اللي يصير عندي؟ يصير عندي انه كونستانت بريشر ضغط ثابت، لكن شنو عندي؟ الهيت اديشن الحرارة شنو انضافت لمائع التبريد. هنا من نقطة 4 النقطة 1 شنو صار عندي؟ كيو ال انضافت، المائع التبريد شبيه تبخر عندي، تغير من سائل الى بخار، درجة حرارة ما تشبيه ثابتة، الضغط ما تشبيه ثابت، لكن الحجم ما تشبيه
زاد من نقطة واحد النقطة اثنين شنو صار عندي؟ عندي work W N W هي work W N عندي work يصير وين؟ داخل الداخل الماطور عندي شغل كهربائي يصير عندي دا أعطي كهرباء دا أصرف شغل شنو؟ ميكانيكي حتى أصعد الضغط من واحد إلى النقطة وين؟ اثنين. هاي من نقطة واحد اثنين دي يصير عندي W N دي يصير عندي work دا أصرف شغل حتى حققت هذا فرق الضغط صعدته من واحد اثنين. بعدها من اثنين للثلاثة شنو صار عندي؟ الـ Q قاعد تنطرح بالوحدة الخارجية أو بالشفتة الخارجية. ومن الثلاثة للأربعة دي يصير عندي expansion valve. بنفس الوقت شنو عندي؟ عندي الـ pH diagram. الـ pH diagram شنو؟ الضغط ويا منه؟ ويا الانثالبي. الانثالبي اللي هي المحتوى الحراري أو محتوى الطاقة للمادة. من نقطة أربعة اللي هي داخل الوحدة الداخلية شنو اللي يصير بيه؟ قلنا إحنا يتبخر. من يتبخر شو يصير بالوحدة الداخلية؟ يتحول من سائل إلى شنو؟ إلى بخار. من يتحول من سائل إلى بخار زاد صار بالإنثالبي ازدادت. يعني من نقطة أربعة مثلا هنا قيمتها 15 هنا صارت قيمتها مثلا 35 زادت صارت شنو هنا؟ صارت بالكامل بخار بهاي النقطة. قلنا هذا الكيرف شي مثل بخار، مثل لي انه هاي المنطقة تمثل بخار، هاي المنطقة شو كانت تمثل؟ تمثل لي انه خليط بين بخار وسائل، بين غاز وسائل، بين ليكويد وغاز. هاي المنطقة ايش تمثل؟ تمثل لي سائل. فأنا شنو عندي من نقطة أربعة اللي أول ما دخل للإيفابوريتر، إيفابوريتر أول ما دخل للوحدة الداخلية الماء التبريد دخل على شكل سائل وبخار أو على شكل سائل. من دخل عندي الـ H مالته قليلة، سحب الـ H منين؟ سحب حرارة منين؟ من المحيط الخارجي مالته، من الفريز نفسه، أو سحب حرارة من الغرفة نفسها، يسحب الحرارة، صار بي ماء التبريد، زادت الـ H مالته، الإنثالبي ما تشبيها زادت، وصار زاد من نقطة أربعة إلى نقطة شقد؟ واحد، الـ H زادت. بعدها أنا خليت شغل، صرفت شغل كهربائي من خلال الماطور الكهربائي. من نقطة واحد لنقطة اثنين، فشنو اللي صار بي؟ صار بي الـ H ردود زادت بعد جزء ثاني، من نقطة مثلا من 40 صارت بعد 45 مثلا بنقطة اثنين، زادت بنقطة مثلا 45. بعدها من نقطة اثنين يبدي شي يصير بي بالوحدة الخارجية؟ يبدي يتكثف ويطرح الحرارة عن طريق الفان. احنا عندنا بالوحدة الخارجية مو عندنا فان، وعندنا مروحة تضرب على الكوندنسر ويطلع الهواء حار كلش. فهذا الهواء اللي يطلع عندنا حار كلش ايش دي يسحب؟ الماء التبريد ايش دي يصير بي؟ دي يطرح الحراره للخارج. من دي يطرح الحراره للخارج شو يصير بي؟ الانثالبي مالته او المحتوى الحراري شو يصير بي؟ الاتش تقل. تقل من نقطه 2 ترجع لوين؟ للنقطه 3 اللي هي نفسها النقطه الاولى اللي كانت مثلا 15 بالبدايه، نفسها نقطة 3 ونقطة 4 نفس الـ H. فالـ pH diagram والـ BV diagram والـ TS diagram اللي قبله هذا الـ TS أو الـ BV هذا نفس الـ BV هذه حفظ تحفظوها. صفحة 3 و 4 عندكم بيها كويز الأسبوع القادم. أوكي شباب. العفو دكتور. نعم تفضلوا. دكتور هسه احنا نحفظ اوكي ذن الاشكال زين، الكلاميات اللي تريد وين حفظ؟ يعني نحفظ بس البروكسيس والوصف مالتها لو شو من الفيبرز كومبريشن ريفريجريشن ما تبقون كلمه هنا ما فاهميها. اوكي نفهمها بس تريد نكتبها لك يعني بس العمليه والوصف مالتها مثلا من اللي حفظ ذن الايدل فيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل هذا النقاط حفظ ذن نكتب لك اياها ويا نكتب لك اياها ويا الرسم الايمن لو اليسار لو اثنيناتهم مثلا من يجيك شرح انه سكيماتيك هذا سكيماتيك دايجرام واذا يقول لك انه فيجر اليمين البي اتش دايجرام فيختلف. اوكي يعني شلون اميز بين هذا وهذا رايد بالامتحان يعني بالامتحان يعني هذه هنا هذا نسميه البروسيس هاي العمليه ايش تصير هنا وين البروسيس هذا ها اليسار هذا البروسيس او مثلا يقول لك انه وضح لي ايتش ايتم انه ارسم لي كل جزء وهنا عاده من يجي الرسم يجي يسوي اثنيناتهم اثنيناتهم اوكي ولا فوقها هنا تريد الايدل فايبر كومبريشن هذا جزء كلش مهم هذا الجزء يستمر وياكم بالثيرموداينامك
يستمر وياكم ماتين بالثالث ويستمر وياكم ماتين بالرابع. ما تحفظه هسه تحفظه بامتحان الشهري، ما تحفظه بامتحان الشهري بنهايه السنه مجبور. يعني ما حتنجح اذا ما حافظ هذا الشكل. يعني مستحيل طالب ينجح اذا ما قاري هذه الصفحتين وفاهمها وفاهم شنو اللي دا يصير بيها. جهاز التبريد شلون دا يشتغل وين دا يصير الضغط وين دا يصير حراره تنطرح وين الحراره قاعده تكتسب للماء. فشي سهل اشرح لكم اياه بطريقه سهله. تراجعون الفيديو اللي حارفقه لكم بعدين